أمي وأصرت على أن أحتفل معها بهذا اليوم تخليقا للعالم جميعا. شكرا لحضوري الكريم بكل باسمه، استسمح ان لم اذكر اسم مدينة مدارس مجموعة مدارس النخبة السيد بشير شتاقري، مديرة المعهد الموسيقي وردة القصر الكبير، أشكرها جزيل الشكر لتكبدها عناء السفر بشرى الأشهاب، السيدة التي تسمح لي أن أكرم هذا اليوم، كذلك سيدة العرائش أمين الحر، الأستاذ في حفل البهيج بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، وبمناسبة تكريمه لسيدتين جميلتين زكية أخريف وسيدة زهرة الملاحي. شكرا للشاعرين العظيمين سعد سلام الصروخ الشاعر المتميز النبيل الذي يحمي القضايات دائما حس الدعاء، وفي نفس الوقت لهما قيمتين أخلاقيتين نحيا بهما هو الأمل والحياة، وبينهما يقع أنهار من الحب الهادئ. هناك أيضا الجرأة في اقتحام لأول مرة اقتحام مجال الرواية. عادة ما يعني بالنسبة للكتاب الهواة أو الكتاب يعني يعشقون الكتابة يعني يتملكهم نوع من التوجس ونوع من الخوف، فلا يقتحمون أو لا يتجرؤون على إصدار رواية هكذا بالكامل، ويجلسونها بالميسر الرواية. هنيئا صحيح. أظن سأبقى عند أنثوية هذه الرواية هي ما يتعلق بصورة الغلاف، والتي كانت أيضا من توقيع امرأة فنانة وهي مصورة فوتوغرافية معروفة السيدة نزيهة من مدينة شفشاون، وكانت صورة جميلة. كما هنا أحرضكن جميعا على قراءة هذه الرواية على اعتبار يعني فيما يخص الأبعاد الأنثوية، أن جميع بطلات الرواية متخصصين في النقد الروائي، ولكن سؤال لها هذه الفطرة ولها هذه الموهبة التي شكلت منها رؤية خاصة وهي عناصر أساسية في كتابة نص روائي القصصي أو نص ينتمي إلى مجال السرد. هناك ما يسمى بحيلة السرد أو اللعبة، ولعبة الرواية هو أنها كانت كلما يعني تسافر مع الوطن أو مع الوطن وتصنع أحداثا على هامش يعني الحدث الرئيسي، وتفاجئك بعودتها إلى نفس الحدث فيما يخدم الحدث الرئيسي، وهذا أمر أساس، هذا النجاح كبير بالنسبة لكتابة النص الروائي، هذا أمر أنا أبهرني وخصوصا عندما يكون العمل باكورة يعني هو العمل الأول. يعني انطباع آخر هو تقاطع الأزمنة. تقاطع الأزمنة أوفقت فيها سعاد أيما توفيق، يعني رسمت زمنا داخليا للأبطال للوقائع للأحداث للأمكنة، هو زمن روائي لا بد منه، ولكن أطرته أو تقاطع هذا الزمن مع زمن خارجي وهو تقطير اللحظة التاريخية التي تدور فيها الرواية. مثلا الأحداث ديال سوريا، وقائع في الثورة ديال تونس إلى آخره، بمعنى أن أبطالها
كانوا مرتبطين بشكل أو بآخر بأحداث تاريخية أعطت خلفية فكرية ومرجعية للرواية، وهذا أمر جيد جدا وذكاء، ذكاء إبداعي جميل. سوف نطيل، سأقول لكم لكنا اقرأوا هذه الرواية إنها جميلة واحتفلنا بها جميعا. شكرا. إذن أشكر الشاعر والكاتب عبسنا السروق على هذه الورقة التعليمية التي تدخل من باب أو تدخل من صلب يفسح عن الهواجس التي تجعل من قراءتها ضرورة على الأقل بالنسبة للنساء في العرائش من جهة، وأيضا بالنسبة للمتلقي والقارئ ككل. يجب الانتباه أيضا أنه من موقع الكاتبة سعاد حم عمر أنها بشكل أو بآخر استطاعت أن ترفع إيقاع التحدي في ممارستها لفعلها لفعل الكتابة وتنتج هذا الكتاب الرواية السرق. هذا التحدي يكمن في أن في كون أن الكتابة ليست حكرا على المكتب، وأيضا ليست حكرا على الرجال أو الذكور، وبين الرجال والذكور مسافة قد لا تعبر ولو بالسبل والبوارج الحربية أحيانا. أيضا بأنها استطاعت كامرأة من موقع مسؤولياتها كربة بيت أنه داخل زحمة الاهتمام بالأسرة، والجميع يعرف قساوة التربية وتحديدا في هذه المرحلة المفتوحة على هذه والآفاق اللامتناهية التي تعتمد في أساسها على تقنية والرقمية أو على ثورة الرقمية بما لها ومعنيها. إذن هي بشكل أو بآخر فعلا استطاعت أن ترفع أكثر من مستوى التحدي لكي يكون هذا الكتاب باتلا بين أيديكم. عندما كنت في صدد كتابة مجموعة قصصية لم أفكر قط أن أكتب رواية، لكن قصة من المجموعة استوقفتني بطلة من القصص التي كنت أكتبها، فجذبتني، جعلتني في الحقيقة جعلتني أتعاطف معها. فلم تكتفي بقصة قصيرة، فطلبت مني الحقيقة أن أكتب رواية عنها، لأن حكايتها في الحقيقة جعلتني كما قلت أتعاطف معها وأسيرها في حكايتها. في الحقيقة بالنسبة لأمل حياة وهي البطلة، حياة والكاتبة هي إنسانة عاشت ظروف قاسية منذ طفولتها، جعلت حياتها في الحقيقة تنقلب رأساً على عقب منذ أن كانت صغيرة. ربما أما الحياة هو عنوان يشي أن حياة كانت في البداية تعيش على الأمل، لأنها ربما في الحقيقة ربما عاشت الحرمان منذ الصغر، فقدت الوالدة ورحلت عنها منذ أن كانت صغيرة، عاشت اليتم والوالدة على قيد الحياة فجعلها تعيش سنة
صلوات عذاب. ربما هذا ما جعلني وما دفعني أن أكتب عنها أكثر وأن أتعايش معها، أو بمعنى أصح حسبت نفسي ثمة أناس كتاب يكتبون أنهم فقط كتاب، لكنني أنا كتبت وعشت حياة البطلة. لن أنسى أن أشكر المركز الثقافي العرائش الذي نظم هذا الحفل البهيج بشخص مديرها أحمد أشرقي. سأشكر كذلك زوجي الذي ساندني ودعمني ولم يذكرني بذلك. شكرا لأطفالي الذين تحملوا مزاجيتي. شكرا لصديقاتي وأصدقائي الذين شاركوني طاولات الموسيقى. أذكر منهم أستاذ حنان كريمات، شكرا لحضورها. لجميع الصديقات، لأمهات صديقاتي، عفوا إن نسيت أحدكم. كل عام والنساء بخير، وشكرا جزيلا.